يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليكم يا باحثا عن حسين عن حسين عن حسان يا سائلا عن حسين عن حسين عن حسان هذا هو الحسين برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة مجموعة حلقات هذا هو الحسين انها محاولة لاعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وال محمد صلوات الله عليهم بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين مراجع النجف وكربلاء الاموات منهم والاحياء انهم في التقصير العقائدي والبتريه العقائديه على حد سواء الحلقه الرابعه بعد العاشره والمئتين يا حسين البرنامج الذهبي انه برنامج القريه, القرية الظاهره الامنه وفقا للمنهج اليماني الزبده الذهبيه اعرف امامك وعرف بامامك المعرفه, بإمامك المعرفة الذهبيه امامك دينك ودينك, ودينك إمامك. العبادة الذهبية. رابط, رابط مرابطة الأحرار في فناء, فناء إمامك, إمامك. البراءة الذهبية. الذهبي طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعه فيه ان كنت راغبا في امامك انه الجزء السادس عشر من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضيه الكذبه الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء ومن تفرع عنهم اضحكوا على ذقوننا وقالوا لنا من ان الامه قد صلح حالها وحسن امرها بعد مقتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه كذابون هؤلاء أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء عن الأموات منهم والأحياء أفاق هنا دجالون ضحكوا على أجدادنا وآبائنا وضحكوا علينا وقالوا لنا من أن الأمة قد صلح حالها بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه أئمتنا ماذا يقولون يقولون إن الأمة ارتدت وستبقى على ضلالها وغيها مسلوبة التوفيق إلى يوم ظهور الحجة ابن الحسن سود الله وجوه مراجع النجف وكربلاء في الدنيا والآخرة على كذبهم ودجلهم وضلالهم هذا هذا هو التطبيق الرابع تقدم الكلام في التطبيق الاول محمد باقر الصدر في خمسه اجزاء والتطبيق الثاني السيستاني في خمسه اجزاء والتطبيق الثالث محمد الشيرازي في ثلاثه اجزاء التطبيق الرابع وهذا هو الجزء الاول منه عنوانه مناهج الاصلاح الضاله غريب هذا العنوان واقعنا الشيعي غريب في كل تفاصيله بسبب مراجعنا الكذابين الافاقين بسبب حوزه الضلال والسفاهه التي اسسها الطوسي الشافعي المعتزلي سنه اربعمئه وثمانيه واربعين للهجره ولا زالت هذه الحوزه غاطسه في ضلالها وسفاهتها لا تنتج الا السفاهه والسفهاء وهم كثيرون يعيشون بين اظهرنا مناهج الاصلاح الضاله انها محاولات لاتجاهات مختلفه في الواقع الشيعي لتطهير الخرائي الذي نحن فيه بما هو اخرى منه التعابير قد تجدونها قاسيه قد تجدونها ليست مؤدبه، قد تجدونها وقحه، قد تجدونها سوقية، قد تجدونها خلافا لاسلوبي ولسياق حديثي عبر السنين الماضيه، قد تجدونها وتجدونها قبيحه جدا، لا ابالي، لا ابالي لانني اريد ان اضع النقاط على الحروف بشكل واضح واريد ان اصف الاشياء بوصفها الحقيقي لا اريد ان اضحك على نفسي ولا اريد ان اضحك على الاجيال القادمه لا شان لي بكم كيف تريدون ان تقيموا كلامي فقيموه فمناهج الاصلاح الضاله هي التي تحاول أن تصلح الخراء في واقعنا المرجعي الشيعي بما هو أخرى منه. على سبيل المثال محاولة محمد الخالصي المرجعي الضرير الأعمى الذي تحرك في الكاظمية في بغداد بقايا حركته الذين يوصفون بالخالصيه في زماننا لا قيمه لهم وليس لهم من تاثير في الواقع الشيعي لذا لن اقف عندهم حركه اخرى واتجاه اخر انه الاتجاه الفضللي او الفضلاوي اتجاه محمد حسين فضل الله اتجاه من اتجاهات الاصلاح الضاله يريد ان يصلح الضلال بما هو اضل يريد ان ينظف الخراء بما هو اخرى من الخراء الموجود الذي نعيش فيه بسبب حوزه الخراء والسفاهه انها حوزه الطوسي لذا سأقف عند منهج محمد حسين فضل الله لا اريد ان أقف عند هذا المنهج في كل تفاصيله لكن هناك حقيقه واضحه عند جميع التيارات التي رفعت شعار اصلاح الواقع الشيعي على سبيل المثال حركه علي شريعه في ايران حركه حسين منتظري في ايران وحركات واتجاهات اخرى ظهرت في باكستان في الهند لكنني اريد ان اركز حديثي على موطن التشيع واصله العراق الحركات الاصلاحيه الضاله ضربت لكم مثالا انها الحركه الخالصيه ومثال اخر الحركه ال فضليه الفضلاويه حركه محمد حسين فضل الله محمد حسين فضل الله جنسيته لبنانيه اما مضمونه عراقي نجفي خالص محمد حسين فضل الله خلاصه لفكر الخوئي ومحمد باقر الصدر فنهجه نهج نجفي بكل المعايير والمقاييس لذا لا اشير الى اتجاهات لبنانيه اخرى انني اريد ان اركز على مهد التشيع على الحوزه الام على حوزه الطوسي المشؤومه الملعونه البغيضه الضاله كل الاتجاهات في النجف وغير النجف اول شيء يركضون عليه هؤلاء الخائبون الفاشلون الضالون اول شيء يركضون عليه يركضون على الشهاده الثالثه ما ادري هاي الدوده في اي مكان تتحرك عنده هل في مؤخراتهم في امعائهم الدقيقه في ضمائرهم في قلوبهم في عقولهم لا ادري ما ان يتحدث المتحدثون عن الاصلاح في هذا الواقع الخرائي الشيعي إلا وركضوا على الشهادة الثالثة دودة مو احنا قلنا اكو دودة يا جماعة والعباس ابو فاضل اكو دودة هذه دودة مراجع الشيعة ما ان تنشأ حركة من الحركات الاصلاحية اول شيء يمسكون به يمسكون بالشهاده الثالثه في الاذان في الاقامه او في سائر الموارد الاخرى هذه القضيه واضحه وواضحه جدا حوزه النجف عندها مشكله مع امير المؤمنين عمائم النجف عندهم مشكلة مع امير المؤمنين خصوصا المراجع عندهم دودة سقيفية نباشة نباشة لا ادري هل تنبش في مؤخراتهم في امعائهم الغليظة والدقيقة في قولونهم في الاثني عشري عندهم في اي مكان في قلوبهم المظلمة في عقولهم القذرة بقذارة النواصب هذه القضية موجودة على طول الخط على طول الخط منذ سنة 448 منذ السنة المشؤومة التي أسس فيها ذلك المشؤوم الأغبر شيخ الطائفة من فدوة أروح إلى الطائفة وفدوة أروح إلى شيخها صدقوني سأكشف لكم خيانة شيخ الطائفة وخيانة مراجع الطائفة أتمنى عليكم أن تصبروا علي في هذه الحلقة وفي حلقة يوم غد والتي بعدها وساثبت لكم ان مراجعكم كذابون جهال حمير اذا لم اثبت لكم ذلك وتقتنعون به بغض النظر هل ستصرحون باني على الحق او باني لست كذلك لكنني ساثبت هذه الحقائق لكم واقنعكم بها فيما بينكم وبين انفسكم ساثبت لكم خيانه مراجع الشيعه منذ زمان الطوسي وساثبت لكم مصداقيه كلام امام زماننا مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعه الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون كي اثبت كذبكم على ان الامه قد صلح حالها بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه نذهب الى فاصل نهي يا انا اودع على اجواد وخفي <applause>

بين يدي القصيدة الفضللية قصيدة طويلة لأحد شعراء النجف لن أقرأها بكاملها ولن أقف عند شرح ابياتها ساعود اليها مثلما قرات عليكم قصيده الوائل شباك العباس وشرحتها لكم وبالتفصيل هذه القصيده طويله جدا تتالف من 111 بيت 111 بيت القصيدة الفضلية هذه كتبت أيام فتنة محمد حسين فضل الله فتنة حدثت في التسعينات لا أريد أن أحدثكم عنها وإنما سأقرأ بعض أبيات هذه القصيدة سأعود إليها في قادم الايام كي اقراها عليكم بشكل كامل واشرحها بتفاصيلها لان القصيده تناولت عقائد الرجل مثلما قرات عليكم قصيده شباك العباس للوائل وشرحتها بالتفاصيل ساعود اليها واقراها واشرحها لكنني سأقرأ بعضا من ابياتها شاعرها شاعر القصيدة كتبها بنفس الطريقة والاسلوب الذي كتب به علي المغرب قصيدته الدبدبية يا دبدبه قصيده عباسيه التي اولها يا دبدبه تدبدبي انا علي المغربي قصيده معروفه بين الشعراء والادباء قصيده ساخره جميله لها حكايتها لا اجد وقتا حينما أقرأ عليكم هذه القصيدة مرة أخرى وأشرحها سأحدثكم عن القصيدة الدبدبية كي تعرفوا التشابه بين حكايات هذه القصائد يا دبدب تدبدبي أنا علي المغربي هذا في العصر العباسي الجواهري الشاعر الكبير كتب القصيدة الطرطري على نفس النسق قصيدته المعروفة طرطرة يا طرطرة تطرطري تقدمي تأخري ولها حكاية وهي قصيدة طويلة من أجمل قصائد الجواهر في ديوان أشعاره يا طرطرة تطرطري تقدمي تاخري يا دبدبه تدبدبي انا علي المغربي اي اي فضل لا تفضل لي اي دبدبه تدبدبي انا علي المغربي اي دبدبه تدبدبي انا علي المغربي هذه هي القصيده العباسيه الساخره في العصر العباسي وللجواهري للشاعر الكبير قصيدته الطرطريه التي عنوانها طرطره اي طرطره تطرطري تقدمي تاخري من اجمل قصائده الشعريه الساخره في ديوان اشعاره فشاعرنا النجفي هذا على نفس النسق يخاطب محمد حسين فضل الله أي فضل لا تفضلي تريثي تعقلي لا تصعدي إلى السماء وعن حمارك كنزلي تمشين يا عرجاء في المحفل مشي الحجل يا أجبن الناس بدت تمشي بزي البطل ما أنا الذي أقول هذا شاعر وهو شاعر حوزوي سيأتي الحديث عن القصيدة وعن الشاعر وعن التفاصيل أي فضل تفضلي تريثي تعقلي لا تصعدي إلى السماء وعن حمارك انزلي تمشين يا عرجاء في المحفل مشي الحجل يا أجبن الناس بدت تمشي بزي البطل. سكرت سكر الثمل حرنت مثل البغل قد صرت منذ اليوم يا حمقاء ضرب المثل خلطت في فتواك طعم السم بين العسل ها قد لبست الخزي والذلة دون الحلل حرفت ما صح من الدين بشتى العلل جسمك جسم الجمل والعقل عقل السخلي وطول طول النخل والمخ مخ الحمل لا تدعي فقاهة فأنت والله طلي الطلي هو الخروف لا تدعي فقاهة فأنت والله طلي وأنت لعبة الصبا حجنجلي بجنجلي صعدت رأس الجبل من دون ما تأملي صعدته بالعجل نزلته بالنعل أذهب إلى مقطع آخر صارت فتاواك علينا والخرافات صلي كأنها خارجة من دبر أو قبل تنزل من بطن فتى لج بشرب المسهل صاعدة نازلة كرهز فحل القمل ظنوك رأسا بالتقى وأنت رأس البصل ما أنا الذي أقول هذا الشاعر هو الذي يقول على نفس طريقة الأصمعي في صوت صفير البلبل أي فضل لا تفضلي وزمري وطبلي تبهذلي تخبلي وحرمي وحللي فالزار زرزر زرزر والطاو طو طو طاولي والشدة أشدد شدشد والعسف عسف العسف لي والخرط خرخر خرطة والحل حل حللي هذا ومعناك سواء قلت أم لم تقلي فما رأينا فقفقيها ما له من عقل لي إلاك يا من عقله من ضعفه ترللي إلى أن يقول جمع المضاريط غدا هو ذكر رموز حزب الدعوة والعمائم التي في منهجي محمد حسين فضل الله وبعد ذلك قال عنهم سأقرأ القصيدة كاملة في حينها ونتحدث عن أشخاصهم بحسب ما يقول هذا الشاعر جمع المضاريط غدا من قولتي في خبلي كأنما قد حشيت أدبارهم بفلفلي فإنهم في طاوة الأشعار والنثر قلي وهذه قصيدة ليس بها من زلل كتبتها مخالطا جدا ببعض الهزل فصيحة لكنها مشوبة بالزجل إلى أن يقول كتبتها معارضا صوت صفير البلبل اعود اليها في قادم الايام كي اقراها عليكم بكاملها لانها تشتمل على كثير من عقائده الضاله اتحدث عن محمد حسين فضل الله انه رمز هذا المنهج الذي اريد ان اشير الى بعض جوانبه وصلنا الى وقت فاصل اذان العشاءين يبدو اننا بحاجه الى فاصل اللهم <applause> أنت أول ظالم باللعن مني وابدا به أولا ثم الثانية والثالثة والرابع اللهم العان يزيد خامسا والعان عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم الغيان جمع المضاريط غدا من قولتي في خبلي كأنما قد حشيت أدبارهم بفلفلي فإنهم في طاوة الأشعار والنثر قلي وهذه قصيدة ليس بها من زللي كتبتها مخالطا جدا ببعض الهزل فصيحه لكنها مشوبه بالزجل الى ان يقول في اخرها كتبتها معارضا صوت صفير البلبل هذه القصيده قصيده طويله وضمنها الشاعر عقائد محمد حسين فضل الله الضاله ساعود اليها في قادم الايام كي اقراها عليكم واحكي لكم قصتها واتناول ما تحدث عنه الشاعر وما ذكره من مطالب تتناول العقائد الضاله لمحمد حسين فضل الله محمد حسين فضل الله هو رمز لمنهج اصلاحي ضال ساتناول بعد فاصل اذان العشاءين وصلاتهما نجما معاصرا من نجوم هذا المنهج يتواجد على الفضائيات ويتواجد على الشبكه العنكبوتيه نذهب الى فاصل اذان العشاءين وصلاتهما وبعد الفاصل اعود اليكم كي اكمل الحديث حياكم الله قبل فاصل اذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينه لندن كنت احدثكم عن مناهج الاصلاح الضاله لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام وعدتكم أن أتناول في هذه الحلقة نجما من نجوم منهج محمد حسين فضل الله يتواجد على الفضائيات وعلى الشبكة العنكبوتية ياسر عوده باللبناني ياسر عوده بالعراقي ياسر عوده من دون ان اتحدث عن شخصيته ما سيعرض بين ايديكم هو الذي سيعرفكم به ومن لسانه في البدايه اعرض لكم مجموعه صور رجاء اعرضوا لنا الصوره الاولى هذه صورته مع استاذه ومرجعه وقدوته محمد حسين فضل الله ويبدو انه كان في سن اصغر وهذا شيء طبيعي الصوره الثانيه وهذه صوره اخرى له ايضا مع استاذه ومرجعه محمد حسين فضل الله الصورة الثالثة هذه صورته مع شقيق محمد حسين فضل الله إنه محمد علي فضل الله وصورة رابعة أيضا هذه الصورة في مجلس لمجموعه من العمائم اللبنانيه هو واحد منهم عند محمد علي فضل الله وهو شقيق محمد حسين فضل الله الصوره التي بعدها هذه الصوره في تشييع محمد علي فضل الله والذي كان بتاريخ 2 7 2019 ميلادي تلاحظون المعمم الذي يظهر في بداية الصورة هو علي فضل الله ابن محمد حسين فضل الله وياسر عودة يكون مباشرة وراءه مثل ما قلت لكم هذه لقطة من تشييع محمد علي فضل الله شقيق محمد حسين فضل الله الصوره التي بعدها في مسيره من انصار محمد حسين فضل الله باتجاه اجتماع ولقاء لنصرة منهجهم مكتوب على اللافتة يا أيها الأحبة تابعوا خط الوعي والمراد من خط الوعي هو هذا خط الإصلاح الذي أسسه محمد حسين فضل الله تابعوا خط الوعي ولا تسقط تحت تأثير هجمات التخلف سماحة المرجع السيد محمد حسين فضل الله رضوان الله تعالى عليه أوفياء البقاع أعتقد أن الصورة وأن اليافطة تحدثنا بشكل إجمالي عن مضمون منهج الإصلاح هذا مثل ما قلت لكم هذه مناهج تحاول أن تنظف الخراء بالخراء من الآخر رجاء نعرض لنا الفيديو القصير الذي ظهر على قناه الجديد اللبنانيه عندي سؤال هيدا لازم احطه او اا بدك تحطي لي غلط تحطي لي شو قصدك خلي الاست برنامج مستمعه عاده ما ما مع عدو طيب عظيم عندي سؤال هيدا لازم احطه او بدك تحطي لي غلط تحطي لي شو قصدك <applause> <applause> وعبر طيب قناه الجديد ايضا يحدثنا ياسر عوده عن مشروعه <applause> لا بدي اعمل انتفاضه ولا بدي اعمل مرجعيه ولا بدي اعمل مسؤوليه هل مع الاسف الشديد كلهم هلا بهال الأيام هاجمين علي شو مشروع الشيخ شو مشروع الشيخ أنا ما عندي مشروع أنا مشروعي هو قول الحق الذي تخلى عنه الكثيرون الشيخ عودي تتلمذ على يد سماحة السيد محمد حسين فضل الله لا بدي أعمل انتفاضة ولا بدي أعمل مرجعية ولا بدي أعمل مسؤولية هل مع الأسف الشديد كلهم هلأ بهال الأيام هازمين علي شو مشروع الشيخ شو مشروع الشيخ أنا ما عندي مشروع أنا مشروعي هو قول الحق الذي تخلى عنه الكثيرون الشيخ عوده تتلمذ على يد سماحة السيد محمد حسين فضل الله هذا هو مشروعه هو يقول أنا مشروعي هو قول الحق الذي تخلى عنه الكثيرون إذا هذا مشروعه قول الحق قول الحق يحتاج الى صدق ويحتاج الى معرفه وعلم وثقافه وجراه والا لن يكون هناك شيء من الحق فالحق بحاجه الى الصدق والى العلم والمعرفه والثقافه والجراه رجاء اعرضوا لنا الفيديو المقتطف من برنامج سؤال محرج مع الإعلامي اللبناني المعروف طوني خليفة وعبر محطة صوت بيروت انترناشنال اختيار محرج آخر no. العلامه محمد حسين فضل الله مرشد الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه علي خامنئي إيه ولكن لا. ليس هذا السؤال. لا. السؤال هو بين ولايه الانسان وولايه الفقيه. يعني ولايه الانسان التي يطرحها العلامه فضل الله لا. وولايه الفقيه الذي يطرحها الامام خميني. لا السيد الاستاذ كان يطرح دوله الانسان دولة وهو يرى بولايه الانسان على نفسه يرى هذا الراي نعم حتى الانسان على نفسه حتى بينما سيد. ولايه الفقيه هو حكم هيك. يعني كيف رئيس البلاد لديه سلطات معينه نعم. يستطيع ان يحكم ويدير هو ولايه الفقيه هذه طيب. انت ميال الى اي ولايه حتى السيد فضل الله يقول بولايه الفقيه لكن طبعا لا يراها كما يراها السيد الخامنئي السيد فضل الله يراها في المنطقه التي يعمل فيها الفقيه سلطته وليس على كل الارض بين أيه. بين طرح ولايه الانسان وطرح ولايه الفقيه، انت اين؟ شوف سيد الخامنئي انا بحترمه كل انسان في جهات خير وفي نقاط ممكن تختلف وتتفق معه فيها. بس سيد الخامنئي يعني رجل واعي ولديه عقل جيد يعني يرفض الخرافات، يرفض سب زوجات النبي، يدعو الى الوحده الاسلاميه يعني في بمنظور البعد الفكري ما يجتمع مع السيد فضل الله بهذا المضمار بس لو جبت لي كل مراجع الارض هذا استاذي ليش انا عايشه، عايش معه درس عنده سنين اعتقد صارت هويه ياسر عوده واضحه لديكم ومع ذلك هناك مقابله اذاعيه عبر اذاعه البشائر حديث مع علي فضل الله وهو الابن الاكبر لمحمد حسين فضل الله الحديث يشتمل على جواب سؤال وجه اليه وجه الى علي فضل الله حول ياسر عوده ولقائه بالقنوات الفضائيه التي يثار حولها الجدل في الاوساط الشيعيه سؤال ما هو موقفكم مما اثاره احد العلماء الشيخ ياسر عوده طبعا ما هو السؤال واضح وهل انتم مع ما حصل من ظهوري على تلك القناه التلفزيونيه منذ متى ننشر غسيلنا على هكذا قنوات هدفها هدم الدين والتدين؟ طبعا احنا اكيد هذا الامر يمكن الواحد يناقش فيه انه طبيعه الحضور في قناه معينه وعدم الحضور هذا امر تصور مش هو الاساس المشكله. يعني الاساس بي بي يعني بالمنهجيه اللي عم تطرح بهذا السؤال انه ننشر غسيلنا يعني كانه هذا كانه هالقضايا الخلافيه التي تحصل كانوا لازم تبقى مغلقه ومسكره، ليش مين قادر يغلق ويسكر القضايا الخلافيه؟ القضايا الخلافيه هي قضايا موجوده في 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 الاطار وواضحه وما عاد نحن بعالم انه والله واحد بيسكر، اذا سكرت قناه تلفزيونيه بتفتح بالراديو اذا سكرت الراديو بتفوت على مواقع التواصل يعني هذه الامور اصبحت من الامور اللي واضحه ونحن بنقول ليش يعني ليش بنخاف من ان نطرح الراي والراي الاخر ليش بنخاف شو المشكله ان واحد يطرح الاراء في تنوع بالساحه بالاراء خلينا نطرح الاراء بس طبعا نحن دائما ندعو الى المنطق العلمي ان نطرح راي بطرحه بعلمية والرأي الثاني أنا لما بدي أقدم رأي ثاني كمان بطرحه بعلمية بدقة ويمكن مرات تكون دقتي أكثر في تقفي إشارتي إلى الآخر من إشارتي لأنه أنا لما بدي بدي أنقل الرأي بدي يكون كثير أمين عليه يمكن رأيي أنا غلط فيه أنا بتحمل مسؤولية أنه ما عرفت أقدمه طيب بس أنا تتحمل المسؤولية أكثر لما نقدم رأيك لذلك مش إشكال نحن لا, لا مشكلة لدينا لكن دائما نقول أن الأسلوب لابد أن يكون هو الأسلوب العلمي مش الأسلوب اللي بنحكي فيه الأمور بالاتهامات والمهامة مثل ما صار أنت ضال وأنت ضال وأنت كافر وأنت كافر وأنت عم تفرق وأنت عم تفرق ليش هذا المنطق بنحكي أنت عم قلت هالفكرة وانا عندي راي فكره ثانيه بالنهايه بنتناقش نوصل لنتيجه او ما بنوصل وصلنا لنتيجه الحمد لله نوصل لنتيجه نحترم اراء بعضنا البعض نتعلم بالساحه بس طبعا نحن من الناس الذين يدعون الى انه يكون منطقنا دائما مثل ما الله علمنا وجادلهم بالتي هي احسن دائما الحوار بالتي هي احسن الكلمه الاحسن وقل لعبادي يقول التي احسن ان الشيطان ينزغ بينه هذا اللي نحن دائما بناكد عليه وهذا منطقنا وهذا المنطق اللي تعلمناه من سماحة السيد كان بالوقت اللي بيطرح أفكار لكن كان يحترم الآخر كما يدعو للآخر أن يحترم رأيه فلذلك نحن ما بننطلق من نشر الغسيل ما عاد هالأيام الفكرة مطروحة أنه نشر الغسيل وشو المشكلة أنه يكون يتبين أنه بالمذهب الشيعي في هناك تنوع بالرأي بأي قضية قضية تاريخية بقى القضية عقائدية بقضية هي موجودة للمذهب الشيعي بطبيعته متنوع فكريا وآراء لكن الأسلوب وهذا لي دائما بنأكد عليه مع من كان كلام جميل من أنه لابد أن نراعي الدقة العلمية في نقل آراء الآخرين رجاء اقتطعوا لنا هذا المقطع كي يتمكن المشاهدون من التدقيق في كلام علي فضل الله بس طبعا نحن دائما ندعو الى المنطق العلمي، انا بطرح رايي بطرحه بعلمي والراي الثاني انا لما بدي اقدم راي ثاني كمان بطرحه بعلمي بدقه ويمكن مرات تكون دقتي اكثر في في اشارتي الى الاخر من اشارتي لانه انا لما بدي بدي انقل الراي بدي يكون كثير امين عليه يمكن رايي انا غلط فيه انا بتحمل مسؤوليه انه ما عرفت اقدمه طيب بس انا بتحمل مسؤوليه اكثر لما بقدم راي واشار ايضا الى منهجيه محمد حسين فضل الله رجاء اقتطع لنا هذا المقطع هذا اللي نحن دائما نأكد عليه وهذا منطقنا وهذا المنطق اللي تعلمناه من سماحة السيد كان بالوقت اللي بيطرح أفكار لكن كان يحترم الآخر كما يدعو للآخر أن يحترم رأيه إذا ياسر عودة مشروعه قول الحق واسلوب الطرح هو هذا بالمنطق العلمي والامانه العلميه محمد حسين فضل الله نبي مصغر انه نسخه من رسول الله صلى الله عليه واله من الذي يقول هذا ياسر عوده في برنامج فقه الشريعه على قناه الايمان الفضائيه وهي قناه محمد حسين فضل الله. انا اذكر عندما كانت تاتي النساء الى سماحه السيد رضوان الله تعالى عليه، كم كان يهتم بهن، كم كان يستمع اليهن بكل جوارحه، وكان مولانا سماحه السيد يعطيهم الوقت اكثر من غيرهم. كان يعطي النساء وقت اكثر من غيرهم لانه بيعرف انه هذه المره لما اجت لعنده معناتها عايشه مشكله صعبه جدا نفسيه او داخل بيته ومش قادره تحكي لحدا مع انه لا وقت لديه مع انه لا وقت لديه كان ولكن كان يستمع الى النساء الى اليهن انت تتكلم عن رجل لن يتكرر نعم للاسف رجل يعني لا يوجد نظير له أنا بنظري قرأت علماء سابقين مع احترامي وإجلالي نعم. وقرأنا من العلماء كثيرا لكن الموائز التي وجدت في هذا الرجل إلى الآن ما وجدناها وجدنا مثلها في رجال لكن لم نجد كل هذه الموائز اجتمعت في رجل نعم. هو نبي مصغر يعني نعم. نسخة عن رسول الله صلى الله عليه نعم. وسلم نعم. فمحمد حسين فضل الله نبي مصغر نسخة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا لا أريد أن أعلق على كلام كهذا الكلام اترك التعليق اليكم رجاء نعرض لنا الفيديو الذي ينقل لنا اقامه صلاه النبي المصغر محمد حسين فضل الله الاقامه الخليه من ذكر علي الاقامه الفارغه والناقصه التي بتر منها الشهاده الثالثه باعتبار ان محمد حسين فضل الله يقول من ان الاقامه جزء من الصلاه هو هكذا آه يقول من ان الاقامه جزء من الصلاه وذكر علي فيه مفسده للصلاة فلذا لا يجوز ذكر علي في الإقامة نعم يمكن أن يذكر علي في الأذان أن يذكر علي في الأذان هكذا كما يذكر أي كلام آخر ليس لخصوصية أو لفضيلة وانما مثلما يجوز ان يذكر اي كلام اخر بالضبط كما يقول محمد باقر الصدر في رسالته الفتاوى الواضحه هو لم يشر الى الشهاده الثالثه محمد باقر الصدر في رسالته الفتاوى الواضحه ولكن قال يمكن ان يقال في الاذان شيء من الكلام لا على اساس انه جزء من اجزاء الاذان او من اجزاء الاقامه، على اي حال فذكر علي في اقامه الصلاه لا يجوز لان ذكر علي فيه مفسده للصلاه، ذكر علي يفسد الصلاه، اما ان يفسر القران من اوله الى اخره وفقا لمنهج سيد قطب هذا لا يفسد القران اما ان يدمر عقائد اهل البيت وينكر احاديثهم وفقا لقذاره النواصب هذا لا يدمر الدين ذكر علي في اقامه الصلاه يفسد الصلاه على اي حال شاهدوا واستمعوا الى اقامه هذا النبي المصغر أشهد yeah. أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والولد على سر أبيه على منهج أبيه علي فضل الله في نفس المسجد وفي نفس المكان الذي كان يصلي فيه أبوه أيضا يقيم من دون ذكر علي لماذا؟ لأن ذكر علي يفسد الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل، قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. ياسر عوده يتحدث عن الشهاده الثالثه. هو قال من ان مشروعه هو قول الحق وعلي فضل الله قال من ان منطقهم المنطق العلمي خصوصا في نقل اراء الاخرين هذا هو منهجهم هكذا هم يقولون ياسر عوده يتحدث عن الشهاده الثالثه واتمنى عليكم ان تدققوا في لغه جسده التي تحدثنا عن مدى ثقته بنفسه وكيف انه يريد ان يوصل هذه الثقة للمتلقي على كل حال كل علماءنا ما حدا بيقول من فقهاءنا حتى الشيخ المفيد والطوصي والطبرسي كل علماءنا ما حدا بيقول أنها جزء مستحب بيقولوا ذكر مستحب جزء ما حدا بيقول جزء يعني مثل مثل أشهد أن محمد رسول الله ما حدا بيقول حتى الشيخ الطبرسي يقول في كتابه يقول أن أنه هذه ألصقتها بين الفرقة المغالية لعنهم الله بلعنهم كمان في كتابه الاحتجاج شيخ المفيد يقول من قالها في الأذان معتقدا أنها جزء من الأذان فهو فاسق ولا تجوز الصلاة خلفه شو رأيكم هو يسأل في الأخير بعد هذه البيانات العلمية يقول شو رايكم؟ رجاء اعيد بث الفيديو والتفت الى سؤاله اخاطب المشاهدين التفت الى سؤاله في الاخير انه يوجه السؤال الى الجمهور وانا واحد من الجمهور يقول شو رايكم؟ انا ساجيبه ما هو رايي بعد ان تشاهد هذا الفيديو على كل حال كل علمائنا ما حدا بيقول من فقهائنا حتى الشيخ المفيد والطوسي والطبرسي وكل علمائنا ما حدا بيقول انها جزء مستحب بيقولوا ذكر مستحب جزء ما حدا بيقول جزء يعني مثل مثل اشهد ان محمد رسول الله ما حدا بيقول حتى الشيخ الطبرسي يقول في كتابه قل أن أنه هذه ألصقتها بين الفرقة المغالية لعنهم الله بلعنهم كمان في كتابه الاحتجاج شيخ المفيد يقول من قالها في الأذان معتقدا أنها جزء من الأذان فهو فاسق ولا تجوز الصلاة خلفه شو رأيكم أنا أجيب أقول من أنك كذاب وجاهل وحمار أنت سألت شو رأيكم؟ أنا رأيي هذا من أنك يا ياسر كذاب وجاهل وحمار وسأثبت ذلك لك ستقرر فيما بينك وبين نفسك من أنك حمار وأثبت هذا لعائلتك الكريمة أيضا مع احترامي الصادق لعائلتك عائلتك لا شأن لها بهذا الحديث حديثي معك أنت أنت الذي سألت شو رأيكم؟ أنا رأيي هو هذا من أنك كذاب وجاهل وحمار وسأثبت ذلك لك سأقنعك بهذه الحقيقة وأنا لا أبهلي كثيرا أن أثبت لك من أنك حمار انني اريد ان اثبت انك عمار لانك ناطق عن منهج اريد ان اثبته انه منهج عمير فرسول الرجل هو عقل الرجل الرسول عقل المرسل كما يقول سيد الاوصياء كما يقول امامنا الصادق من ان عقل الرجل يعرف من رسوله فانا اريد ان اثبت بانك حمار يا ياسر كي اثبت من خلال ذلك ان المنهج الذي انت عليه هو منهج الحمير اتحدث عن منهج محمد حسين فضل الله فانت خير من يمثله اصبر علي اصبر علي الى اخر الحلقه قطعا الكلام لا ينتهي عند هذه الحلقه لانني اريد ان اثبت من ان مراجع حوزه الطوسي خون كذابون جهال حمير وهذا ما ساثبته في الحلقتين القادمتين اتمنى على الذين يتابعون هذه الحلقات ان يتابعوا بدقه واذا لم يقتنعوا بما ساطرحه ولم يصلوا الى هذه النتيجه اتمنى عليهم أن يبصقوا على وجهي وعلى صورتي في التلفاز لكن إذا اقتنعوا فماذا سيكون موقفهم؟ هل سيبصقون على وجهي في التلفاز ويخدعون عوائلهم يخدعون الآخرين في هذه القضية العباس بيني وبينكم. لا اعبى ان تبصقوا على وجهي في التلفاز لكن اذا اقتنعتم بالنتائج التي اشرت اليها من ان مراجعكم كذابون جهال حمير خونه وتبصقون على وجهي هذه خيانه هذه خيانه على أي حال هذا الأمر ليس مهما إنما ذكرته للملاطفة والمزاح هذا الأمر ليس مهما أعود إلى حبيبنا وعزيزنا ياسر ياسر عودة كما يقوله اللبنانيون وياسر عودة كما يقوله العراقيون ياسر هكذا قال قال من ان كل العلماء لم يقولوا بان الشهاده الثالثه هو يتحدث عن الاذان والاقامه من ان كل العلماء قالوا بأن الشهادة الثالثة ما هي بجزء مستحب في الأذان والإقامة وإنما هي ذكر مستحب هذا الكلام ليس دقيقا وأنا لا أريد أن أقف عنده لانه هناك من يقول بان الشهاده الثالثه بدعه على الاطلاق لا يجوز ذكرها في الاذان والاقامه انا لا اريد ان اناقش هذه الجزئيه لكنه ذكر بعضا من أسماء العلماء ونسب هذا الكلام إليهم فهو ذكر المفيد والطوسي والطبرسي وقال من أن الثلاثة يقولون بهذا القول المفيد والطوسي والطبرسي من أن الثلاثة هكذا يقولون من أن الشهادة الثالثة ما هي بجزء مستحب في الأذان والإقامة إنما هي ذكر مستحب المفيد يقول هذا الطوسي يقول هذا والطبرسي يقول هذا وبعد ذلك فرع في الكلام فتحدث عن الطبرسي وقال من أنه يقول في كتابه من ان الشهاده الثالثه الصقتها بنا الفرقه من ان الشهاده الثالثه الصقتها بنا الفرقه المغاليه لعنهم الله هو يقول من انه قد لعنهم في كتابه الاحتجاج فعلى هذا نسب إلى الطبرسي ثلاثة أقوال القول الأول من أن الشهادة الثالثة ما هي بجزء مستحب في الأذان والإقامة بل هي ذكر مستحب هذا القول الأول القول الثاني من أن الشهادة الثالثة ألصقتها بنا الفرقه المغاليه لعنهم الله القول الثالث من ان الشيخ الطبرسي لعن الفرقه المغاليه في كتابه الاحتجاج اذن هذه اقوال ثلاثه اعتقد ان الكلام واضح اعيد ذكر الأقوال الثلاثة القول الأول الشهادة الثالثة ما هي بجزء مستحب في الأذان والإقامة وإنما هي ذكر مستحب مطلق بشكل مطلق الكلمة الأخرى القول الآخر الشهادة الثالثة ألصقتها بنا الفرقة المغالية لعنهم الله القول الثالث من انه لعنهم الطبرسي في كتابه الاحتجاج يعني هذا الكلام موجود في كتاب الاحتجاج في كتاب الاحتجاج ذكر الشيخ الطبرسي من ان الشهاده الثالثه ما هي بجزء مستحب في الاذان والاقامه بل هي ذكر مستحب مطلق وذكر ايضا في كتابه الاحتجاج من ان الفرقه المغاليه لعنهم الله الصقوا بنا الشهاده الثالثه ومن انه لعنهم في كتاب الاحتجاج هذا كتاب الاحتجاج هذه طبعة مؤسسة الاعلمي بيروت لبنان الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين هناك طبعة اخرى الكتاب طبع في جزئين منفصلين لكن الكلام هو الكلام والكتاب هو الكتاب هذا كتاب الاحتجاج انا اقول لياسر عوده اقول لياسر هذا في اي مكان ارشدني حتى ولو الى كلمه واحده من هذه الكلمات التي ذكرتها عن الشيخ الطبرسي قلت من ان الطبرسي يقول الشهاده الثالثه ما هي بجزء مستحب في الاذان والاقامه هي ذكر مستحب في اي مكان في اي سطر من سطور هذا الكتاب يمكنك ان تجيبني على الانترنت حتى من دون ذكر اسمك قل من ان هذا الكلام موجود في الصفحه الفلانيه من كتاب الاحتجاج في الطبعه الفلانيه صدقوني هذا الكلام لا وجود له في كتاب الاحتجاج لم يقل الطبرسي في كتاب الاحتجاج من ان الشهاده الثالثه ما هي بجزء مستحب في الاذان والاقامه ومن انها ذكر مستحب مطلق هذا الكلام لا وجود له اساسا في كتاب الاحتجاج وكذلك ما قاله ايضا ياسر عوده من ان الفرقه المغاليه الصقت الشهاده الثالثه بنا لعنهم الله هذا الكلام ليس موجودا في كتاب الاحتجاج من اوله الى اخره وقال ايضا ياسر عوده من ان الشيخ الطبرسي لعن هؤلاء الذين يتمسكون بالشهادة الثالثة في الأذان والإقامة لعنهم في كتابه الاحتجاج. هذا كتاب الاحتجاج وأنا أقول لياسر عودة ولكل أتباع منهجي محمد حسين فضل الله أرشدوني إلى أي مكان جاء فيه هذا الكلام وإذا ما أرشدتموني صدقوني على الملا ساكون واحدا من الدعاه الى منهجكم ارشدوني في اي مكان في هذا الكتاب ما هو يقول من ان مشروعه هو قول الحق وزعيم هذا المنهج علي فضل الله يقول نحن نتحدث بالمنطق العلمي وانا احرص على رأي غيري من رأي إنني سأكون أمينا في نقل رأي غيري وياسر عودة دائما يهاجم الذين يختلف معهم على أنهم من أهل الخرافات هذه هي الخرافة الخرافة ما هي الخرافة أن تقول شيئا لا وجود له ما هذه هي الخرافه يا ياسر عوده هذا كتاب الاحتجاج فارشدني في اي مكان قال الطبرسي هذا الكلام انت نسبت اليه ثلاث كلمات قلت من انه يقول من ان الشهاده الثالثه ليست بجزء في الأذان والإقامة وإنما هي ذكر مستحب مطلق هذا الكلام لا وجود له في كتاب الاحتجاج وقلت أيضا من أن الفرقة المغالية ألصقتها بنا ألصقت الشهادة الثالثة بنا لعنهم الله من أن الطبرسي قال هذا وهذا الكلام ليس له من عين ولا من أثر في كتاب الاحتجاج وقلت ايضا من ان الطبرسي قد لعنهم في كتابه في كتابه الاحتجاج وكل هذا الذي قد قلته يا ياسر لا وجود له في كتاب الاحتجاج ما انا قلت لك ساثبت لك ولعائلتك الكريمه الموقره من انك كذاب كذاب الكذاب اكثر من كاذب فانت قد كذبت على الرجل الطبرسي اكثر من كذبه فانت كذاب وجاهل وحمار حمار حين تتحدث بهذه العنجهيه وبهذه اللغه وبهذه الجراه وانت جاهل كذاب كذبني كذبني قل لي من ان الطبرسي قد ذكر هذا الكلام في الصفحه الفلانيه في السطر الفلاني وانا ساعتذر عبر هذه الشاشه وساكون داعيه من دعاه منهجكم الاصلاحي هذا الذي يريد ان يطهر الخراء بما هو اخرى منه ما هو هذا الذي اقوله ما انت تريد ان تصحح الاخطاء ان تطهر الخراء بهذا الخراء الذي تقوله بهذا الجهل وبهذا الكذب ألست حمارا ماذا تقول يا ياسر؟ ألست حمارا ما هذه هي طبائع الحمير انني اتحدث عن الحمير البشر الذين تحدث عنهم القرآن في سورة الجمعة عندهم معلومات ولا يفقهونها اما انت اساسا ما عندك معلومات معلوماتك ليست صحيحه فماذا تفقه كتاب الاحتجاج هذا فيه روايه مهمه جدا من الروايات المهمه التي يتناول مضمونها الشهادة الثالثة بحسب الطبعة التي اشرت اليها صفحة 158 رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هي رواية القاسم بن معاوية قال قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق صلوات الله عليه هؤلاء يعني النواصب يعني نواصب السقيفه هؤلاء يروون حديثا في معراجهم انه لما اسري برسول الله راى على العرش مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله ابو بكر الصديق فقال امامنا الصادق سبحان الله غيروا كل شيء حتى هذا قلت نعم وهذا ايضا غير كل شيء قال إمامنا الصادق ان الله عز وجل لما خلق العرش كتب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله علي امير المؤمنين هذه كتابه التكوين كتابه الفيض كتابه الملكوت ان الله عز وجل لما خلق العرش كتب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله علي امير المؤمنين لا كما يقول النواصب من ان النبي راى على العرش لا اله الا الله محمد رسول الله ابو بكر الصديق وانما كتب الله على العرش لما خلقه لا اله الا الله محمد رسول الله علي امير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل الماء انه الماء الاول المراد من الماء هنا ماء الوجود ليس الحديث عن هذا الماء الذي نشربه انه ماء الفيض الماء الاول ولما خلق الله عز وجل الماء كتب في مجراه لا اله الا الله محمد رسول الله علي امير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل الكرسي كتب على قوائمه لا اله الا الله محمد رسول الله علي امير المؤمنين هذا الكرسي الذي يسع السماوات والأرض وسع كرسيه. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولما خلق الله عز وجل الكرسي كتب على قوائمه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين. ولما خلق الله عز وجل اللوح كتب فيه لا اله الا الله محمد رسول الله علي امير المؤمنين الروايه طويله تتحدث عن اسرافيل وتتحدث عن جبرائيل وتتحدث عن السماوات واكنافها وتتحدث عن الاراضين واطباقها الى سائر الخلقيات والمخلوقات كل التكوينيات حين خلقها الله سبحانه وتعالى كتب عليها لا اله الا الله محمد رسول الله علي امير المؤمنين في اخر الروايه الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول فاذا قال احدكم لا اله الا الله محمد رسول الله فليقل علي امير المؤمنين، هذا هو الذي ذكره الطبرسي في كتابه. حمار انت او لا حبيبي نور ياسر. انا اتحدث عن الحمار البشري، لا اتحدث عن الحمار الحيوان، الحمار الحيوان قطعا افضل من المراجع والمعممين من ذلك. انا اتحدث عن الحمار البشري الذي يتحدث عنه القران في سوره الجمعه امامنا الصادق بعد ان تحدث عن كل التكوينيات من انها لم تكتمل خلقتها حتى كتب عليها الشهاده الاولى والثانيه والثالثه فالتشريع التشريع هو انعكاس عن التكوين فاذا قال احدكم لا اله الا الله محمد رسول الله فليقل علي امير المؤمنين هذا فعل مضارع مسبوق بلام الامر فعل مضارع مسبوق بلام الامر شده الامر فيه تكون اقوى بكثير من صيغه فعل الامر هكذا اهل البلاغه يقولون واهل الادب واهل العربيه وهذا امر معروف عند الفصحاء والبلغاء الفعل المضارع المسبوق بلام الامر هو اقوى واشد وابلغ وافصح واعظم في الأمر من صيغة فعل الأمر نفسه وقبل لام الأمر هناك الفاء وهذه الفاء هي فاء التفريع وهي فاء السببيه ايضا يعني ان التصاقا ما بين ما قبلها وبين ما بعدها هناك التصاق فعل مضارع مسبوق باللام وقبل اللام فاء هي فاء التفريع او هي فاء السببيه المعنى واحد فما قبلها لابد ان يكون ملاصقا لما بعدها وكلام الامام واضح كلام امامنا الصادق واضح في الاطلاق في اي موطن نقول فيه لا اله الا الله محمد رسول الله نحن مامورون بامر واجب ان نقول علي امير المؤمنين انها الشهاده الثالثه فاذا قال احدكم لا اله الا الله محمد رسول الله فليقل علي امير المؤمنين متى نقولها هذه مثلا نقولها حينما ناكل الطعام هذا هو الذي يتحدث عنه الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه انه يتحدث عن المواطن المهمه والواجبه الموطن الاول حينما نعلن اسلامنا اذا لم نكن مسلمين وجئنا كي نعلن اسلامنا فان اعلان الاسلام لن يتحقق الا بذكر هذه الشهادات جميعا بذكر الشهاده الاولى والثانيه والثالثه كذلك حينما نلقن عند موتنا فان التلقين بالشهاده الاولى والثانيه فقط يميتنا على الكفر فالايه السابعه والستون بعد البسمله من سوره المائده صريحه في كفر الذين ينكرون بيعه الغدير والشهاده الثالثه هي شعار بيعه الغدير فكيف يتحدث القرآن عن كفر الذين ينكرون بيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، جعل الأولوية للشهادة الثالثة على الشهادة الأولى والثانية وإن لم تفعل إن لم تبلغ المسلمين بمضمون بيع في الغدير عبر الشهاده الثالثه ان لم تبلغ فما بلغت رسالته وان لم تفعل فما بلغت رسالته هذا قران صريح فشهادة الثالثه بحسب هذه الايه الصريحه الواضحه مضمونها مقدم على مضمون الشهاده الاولى والثانيه وان لم تفعل فما بلغت رسالته فان رسالته عنوانها الاول الشهاده الاولى وبعد الشهاده الاولى الشهاده الثانيه والايه صريحه تقول ان لم تبلغ بالشهاده الثالثه انها بيعه الغدير مضمون الشهاده الثالثه اشهد ان عليا ولي الله نحن بايعنا ان يكون علي ولينا في يوم الغدير هو أولى منها بأنفسنا على هذا بايعنا فمضمون الشهادة الثالثة هو بيعة الغدير هو معنى بيعة الغدير فكيف يتحدث القرآن عن أن الرسالة التي عنوانها الأول الشهادة الأولى وعنوانها الثاني الشهاده الثانيه لا قيمه لها من دون بيعه الغدير وان لم تفعل فما بلغت رسالته المضمون هو هو فاذا قال احدكم لا اله الا الله محمد رسول الله فليقل علي امير المؤمنين ما هو هذا اكمال الدين <applause> طيح الله حظكم يا مراجع النجف حينما تصدرون الفتاوى من ان ذكر علي في التشهد الوسطي والاخير في الصلوات الواجبه يبطل الصلاه طيح الله حظكم وطيح الله حظ دينكم وطيح الله حظ صلاتكم يا طيحين الحظ يا سفل ما هذا منطق القران وهذا منطق حديث العتره هذا هو الذي قاله الطبرسي في كتابه الاحتجاج اكاذيبك يا ياسر اين هي اثبتها لي في اي مكان في اي موضع من هذا الكتاب هذا هو كتاب الاحتجاج انني اعرفه من اوله الى اخره. خليني اقول لك شوف ياسر الك وانتم شوفوا لكم مراجع النجف انتم انتم مراجع النجف انتم الشهاده الثالثه انا ماخذها قنطرات الى ان اموت. قنطرات هو التحريف للكلمة الإنجليزية كونتراكت فأني ما أخذها كونتراكت قنطرات أي واحد يدنا يمها أزرق هنا بالسونار هذه قناة القمر سونار أهل محمد أزرق هنا وأطلع كل خياسة وكل جيفته فأنا أقول لكم أنتم مراجع النجف الشياب الكبار اكلوا عسل وسكتوا اي واحد يتعرض للشهاده الثالثه وحق مسلم ابن عقيل ازرقه هنا بالسونار واطلع أخياسه كله وجيفته كله اطلعها انا لحد الان ترى ما حاكي خياسكم وجيفتكم من الحزام وجوه وبالادله اطلع خياسكم وجيفتكم انتم انتم الشياب مراجع النجف اطلع خياسكم وجيفتكم وجيفه مرجعياتكم من الحزام وجوه وبالوثائق بالوثائق انتم تعلمون جيدا انا لا اتحدث من دون الوثائق والوثائق التي اتي بها وثائق قطعيه لا شك فيها فاحترموا نفسكم وتأدبوا وأمامكم هذا الحمار سأجعله عبرة في هذه الحلقة حتى تتعظوا أنتم ولكم شوفوا الشياب مراجع النجف اتعظوا من هذه العبرة اللي <applause> يدن يم الشهادة الثالثة أنع الوالدي أزرقه هنا في سونار آل محمد أطلع كل قيسته كل جيبته اطلعها، اعود الى هذا الكذاب الجاهل الحمار ذكر الطوسي وعده في الذين يقولون من ان الشهاده الثالثه ما هي بجزء مستحب في الاذان والاقامه وإنما هي ذكر مستحب مطلق أيضا أنا أقول لياسر هذا في أي كتاب في أي كتاب في أي مصدر سأثبت كذبك وجهلك واستحمارك يا أيها الناطق والنجم اللامع لمنهج الحمير فالحمار هو الناطق عن الحمير لمنهج الحمير لمنهج الاصلاح الضال لمنهج محمد حسين فضل الله الطوسي في كل كتبه لم يتطرق الى الشهاده الثالثه وموقعها في الاذان والاقامه الا في كتابين في الكتاب الاول المبسوط وهذا هو الجزء الاول من كتابه المبسوط في فقه الاماميه وهذه الطبعه طبعه مؤسسه النشر الاسلامي قم المقدسه صفحه 148 وهو يتحدث عن فصول الاذان والاقامه الفصل التاسع فصل في ذكر الاذان والاقامه واحكامهما هذا الفصل يبدا في صفحه 142 من الجزء الذي اشرت اليه وهو الجزء الاول من كتاب المبسوط في فخ الإمام صفحة 148 فأما قول أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار هناك روايات هو يصفها بأنها من شواذ الأخبار هناك روايات هو يصفها بالشواذ ما هو يقول ما يقول عن محمد وال محمد ومرت عقائده الضاله فيه لا اريد ان احاكم قول الطوسي هنا وانما اريد ان اقول لكم من ان الذي يتحدث به يحسر هذا لا وجود له في كتب الطوسي هو يقول من أن الطوسية هكذا يقول الشهادة الثالثة ما هي بجزء من الأذان والإقامة وإنما هي ذكر مستحب الطوسي ما قال هذا الكلام قال شيئا آخر فأما قول أشهد أن عليا أمير المؤمنين وال محمد خير البريه على ما ورد في شواذ الاخبار فليس بمعمول عليه في الاذان ولو فعله الانسان لم ياثم به غير انه ليس من فضيله الاذان ولا كمال فصوله هذا هو الذي قاله الشيخ الطوسي هذا الكلام هو نفس الكلام الذي نقله عن الشيخ الطوسي هو هكذا قال يقولون علماء الشيعه وعددهم المفيد والطوسي والطبرسي ونسب الكلام الى كل علماء الشيعه والطوسي احدهم من أن الشهادة الثالثة ما هي بجزء من الأذان والإقامة هي ذكر مستحب الطوسي هكذا يقول فأما قول أشهد أن علي أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان ولو فعله الإنسان لم يأثم به ما هو من ذكر مستحب هو ينفي الجزئية ما هم جميعا ينفون الجزئية ولو فعله الإنسان لم يأثم به غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله هذا كلامه في المبسوط اما كلامه في رسالته العملية فهكذا يقول الشيخ الطوسي هذه النهاية في مجرد الفقه والفتوى الرسالة العملية للطوسي فماذا يقول الطوسي في شأن الشهادة الثالثة وموقعها في الاذان والاقامه هكذا يقول في باب الاذان والاقامه واحكامها وعدد فصولها انه الباب الرابع واما ما روي في شواذ الاخبار من قول اشهد ان عليا ولي الله وال محمد خير البريه فمما لا يعمل عليه في الاذان والاقامه فمن عمل بها كان مخطئا فمتى قال من ان ذكر علي هو ذكر مستحاب. هذه فتاوى الطوسي. ربما كان قوله في المبسوط أخف وطأة من قوله في النهاية، لكن الشيعة ما كانت تعمل بكتابه المبسوط. الشيعة كانوا يقلدون الطوسي ويعملون برسالته العملية. الرساله العمليه للطوسي هي هذه النهايه في مجرد الفقه والفتوى الشيعه كانوا يعملون بهذه الرساله العمليه طيله مرجعيه الطوسي وطيله مرجعيه ابن الطوسي ما يقرب من قرن من الزمان قرن من الزمان كانت الشيعه تعمل بهذه الرساله العمليه عرفتم من اين جاءنا الخراء هذا الخراء في حوزه النجف عرفتم من اين جاءنا قرن من الزمان الشيعه تعمل بهذه الرساله فمن عمل بها كان مخطئا من ذكر الشهاده الثالثه في الاذان والاقامه كان مخطئا من هنا بدا الخراء في واقعنا الشيعي وهؤلاء يريدون ان يطهروا الخراء بما هو اخرى منه ساحدثكم عن خيانه الطوسي في الحلقتين القادمتين وساريكم العجب في كتبه في كتب هذا الاغبر الذي يسمى بشيخ الطائفه شلون طائفه غبره هذا هو حالها وحال مراجعها ساريكم خيانته الواضحه لا تستعجلوا بسبي انتظروا قذارة طوسيكم وخرائه وبعد ذلك سبوني سآتيكم بكتبه وكل قذارته وخيانته لشيخه واستاذه المفيد بل وثائق بل وثائق من كتبه التي لا تستطيعون ان تشككوا فيها ابدا نذهب إلى فاصل قال رسول الله صلى الله عليه وآله سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا من الإسلام إلا سمه يسمون به وهم ابعد الناس منه مساجدهم عامره وهي خراب من الهدى فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنه واليهم تعود عن ابي خديجه قال قال ابو عبد الله الصادق صلوات الله عليه لا يخرج القائم حتى يخرج اثنى عشر من بني هاشم كلهم يدعو الى نفسه عن زراره عن امامنا الصادق صلوات الله عليه ينادي مناد باسم القائم قلت خاص او عام قال عام يسمع كل قوم بلسانه قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه قال لا يدعهم ابليس حتى ينادي في اخر الليل فيشكك الناس وماذا يقول ياسر عن الشيخ المفيد نسب اليه قولين نسب اليه القول الذي جعله قولا لكل علماء الشيعة من أن المفيد أيضا يقول الشهادة الثالثة ما هي بجزء من الأذان والإقامة بل هي ذكر مستحب وأيضا أضاف إليه هذا القول الشيخ المفيد يقول من قالها قال الشهادة الثالثة في الأذان معتقدا أنها جزء من الأذان فهو فاسق ولا تجوز الصلاة خلفه أتحداك يا ياسر عودة مع كل أعضاء المنهجي الاصلاحي لمحمد حسين فضل الله اتحداكم جميعا ان تاتوا باي كتاب من كتب المفيد تحدث فيه عن الشهاده الثالثه فيما يرتبط بشان الاذان والاقامه اقولها لك من الاخر لا يوجد شيء في كتب المفيد على الاطلاق على الاطلاق في كل كتبه ما كان منها مطبوعا وما كان منها مخطوطا وان كانت كل كتب المفيد قد طبعت الان ما كان منها مطبوعا وما كان منها مخطوطا لا يوجد للمفيد قول على الاطلاق في شان الشهاده الثالثه وموقعها في الاذان والاقامه على الاطلاق لا يوجد له قول انني اقول هذا عن درايه قبل اكثر من خمسه وثلاثين سنه تتبعت كتب المفيد مثلما تتبعت كتب علماء الشيعه قبل أكثر من خمسة وثلاثين سنة دققت النظر في كتب المفيد من مطبوعها ومخطوطها بحثا عن قول له بشأن الشهادة الثالثة وموقعها في الأذان والإقامة فما وجدت له قولا على الإطلاق وهذا قد أثبته في كتاب طبع لي سنة 1414 للهجره وهذه طبعة كتاب طبع لي سنة 1414 للهجره ذكرت فيه آراء علماء الشيعة في شأن الشهادة الثالثة وموقعها في الأذان والإقامة منشورات هيئة قمر بني هاشم قم المقدسة الشهادة الثالثة المقدسة معدن الإسلام الكامل وجوهر الإيمان الحق بحسب هذه الطبعة التي هي طبعة سنة ألف للهجرة صفحة واحد وتسعين باء الذين لم يتعرضوا لهذه المسألة نفيا أو إثباتا بأسلوب صريح لم يذكروا كلاما بخصوص الشهادة الثالثة وموقعها في الأذان والإقامة الكلام واضح الذين لم يتعرضوا لهذه المساله نفيا او اثباتا باسلوب صريح ربما ذكروا في كتبهم فصول الاذان والاقامه وما ذكروا الشهاده الثالثه لكن هذا لا يكشف عن راي قطعي فهم لم يصرحوا الذين لم يتعرضوا لهذه المساله نفيا او اثباتا باسلوب صريح اولا الشيخ المفيد ثانيا السيد المرتضى ثالثا الفقيه الشيعي المعروف بسلار رابعا الشيخ ابو جعفر الثاني انه ابن حمزه الطوسي السيد ابن زهره الحسيني الشيخ محمد ابن ادريس الحلي الشيخ جعفر ابن الحسن الحلي المعروف بالمحقق الحلي الشيخ يحيى ابن سعيد الحلي السيد محمد الطباطبائي الشيخ محمد البهائي محمد البهائي بهاء الدين العاملي الشيخ البهائي السيد محمد جواد العاملي الفقيه المعروف صاحب الموسوعه الفقهيه مفتاح الكرامه في شرح قواعد العلامه السيد محمد المجاهد الطباطبائي السيد محمد الطباطبائي انه صاحب المدارك مدارك الاحكام الكتاب المعروف في شرح شرائع الاسلام من المصادر الفقهية المعروفة عند فقهاء حوزة النجا المحدث النوري الميرزا حسين النوري لم يتعرض لشهادة الثالثة وموقعها في الأذان والإقامة هذه نماذج من العلماء الذين ما تعرضوا نفيا أو إثباتا بشكل صريح للشهادة الثالثة وموقعها في الأذان والإقامة أولهم الشيخ المفيد وهذا الكلام ذكرته في هذا الكتاب بعد تحقيق طويل مثلما قلت لكم قبل أكثر من خمسة وثلاثين من سنين تتبعت كل الكتب في كل المكتبة الشيعية حديثنا عن الشيخ المفيد الذي نسب اليه ما نسب ياسر عوده نسب اليه قولين نسب اليه القول الاول من انه قال من ان الشهاده الثالثه ما هي بجزء من الاذان والاقامه وانما هي ذكر مستحب مطلق والله ما قال هذا القول في كل كتبه ولم يقل هذا القول في رسالته العمليه اما القول الاخر الذي نسبه الى المفيد من قالها في الاذان معتقدا انها جزء من الاذان فهو فاسق ولا تجوز الصلاه خلفه هذه الرساله العمليه للشيخ المفيد التي وضع فيها اراءه وفتاواه والشيعه في زمان مرجعيته كانوا يعملون بهذه الرساله انها المقنعه الرساله العمليه لشيخنا المفيد رحمه الله عليه وهذه الطبعه طبعه مؤسسه النشر الاسلامي قم المقدسه في هذا الكتاب وفي سائر كتب المفيد لا يوجد حرف واحد من هذا الذي ذكره ياسر عوده وانا اتحداه ان يرشدني الى حرف واحد من هذا الذي نقله وبهذه الطريقه من العنجهيه والثقه بنفسه وبعد ذلك يقول شو رايكم انا بينت لك رايي قلت لك من انك كذاب جاهل وحمار هذه الرساله العمليه للشيخ المفيد صحيح في فصول الاذان والاقامه لم يذكر الشهادة الثالثة لكنه لم يقل شيئا مما قاله ياسر عوده من هذا الكلام من قالها من قال الشهادة الثالثة في الأذان معتقدا أنها جزء من الأذان فهو فاسق ولا تجوز الصلاة خلفه هذا الكلام ليس موجودا على الاطلاق لا في الرساله العمليه للشيخ المفيد ولا في سائر كتبه بل وانتبهوا الى بل 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 فان الشيخ المفيد ذكر دعاء التوجه ودعاء الافتتاح وهو يقرأ استحبابا بعد تكبيرة الإحرام ذكر الشهادة الثالثة في ضمن ذلك الدعاء ذكر أمير المؤمنين في دعاء التوجه في دعاء الافتتاح الذي يقرأ بعد تكبيرة الإحرام فماذا تقول يا ياسر؟ مرجعك ونبيك المصغر الذي هو نسخه من رسول الله صلى الله عليه واله محمد حسين فضل الله عد الاقامه من اجزاء الصلاه والاقامه ما هي من اجزاء الصلاه نصوص الائمه واضحه من ان الصلاه تبدا بالتحريم وتنتهي بالتسليم والتحريم تكبيره الاحرام حدود الصلاه الواجبه من التحريم الى التسليم الشيخ المفيد ذكر دعاء التوجه دعاء الافتتاح الذي يستحب قراءته بعد تكبيره الاحرام فيه ذكر لعلي امير المؤمنين فذكر علي امير المؤمنين لا يفسد الصلاه كما يقول مرجعك ذلك النبي الأثول نحن عندنا في الثقافة الشعبية العراقية يقولون فلان نبي أثول يقولون هذا نبي أثول وفلانة نبي ثولة لا يوجد أنبياء ثولان ولكن كأنبياء يحسر عودة نعم هناك أنبياء ثولان وهناك نبيات ثولات فهناك نبي أثول وهناك نبية ثولة بحسب الثقافة الشعبية العراقية يقول لها فلانة نبية ثولة هذه وفلان نبي أثول المقنعة إنها طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قوة المقدسة صفحة 104 في دعاء التوجه الذي يقرأ بعد تكبيرة الإحرام "وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وما أنا من المشركين" إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الحمد وقل هو الله أحد يفتتحها يعني قل هو الله أحد يفتتحها بسم الله الرحمن الرحيم كما افتتح الحمد بذلك. فهذا الدعاء يقرأ بعد تكبيرة الإحرام وبعده مباشرة تقرأ الفاتحة وسورة التوحيد. هذه الرسالة العملية لشيخنا المفيد. فالذي يذكر عليا بعد تكبيرة الإحرام لن يكون عنده من اشكال في ذكر علي في الاذان والاقامه اللذان ما هما من اجزاء الصلاه لكنني لا اقول من ان الشيخ المفيد قال ذلك فلقد ذكرت هذا في كتابي الذي طبع سنه 1414 من ان الشيخ المفيد لم يكن قد صرح بقول لا نفيا ولا اثباتا بخصوص الشهاده الثالثه في الاذان والاقامه نذهب الى فاصل عن ابي خالد الكابولي قال سالت ابا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا فقال يا ابا خالد النور والله الائمه من اهل محمد صلوات الله عليه الى يوم القيامه وهم والله نور الله الذي انزل وهم والله نور الله في السماوات وفي الارض والله يا ابا خالد لنور الامام في قلوب المؤمنين انور من الشمس المضيئه بالنهار وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم والله يا ابا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله, الله قلبه, قلبه ولا يطهر الله, الله قلب, قلب عبد, عبد حتى يسلم لنا ويكون, لنا ويكون سلما لنا فاذا كان سلما لنا, سلمًا لنا سلمه الله من شديد الحساب وامنه من فزع يوم, يوم القيامة, القيامة الأكبر, الأكبر. رجاء أعيد لنا بث فيديو ياسر عودة وهو يتحدث عن الشهادة الثالثة على كل حال كل علماءنا ما حدا بيقول من فقهاءنا حتى الشيخ المفيد والطوصي والطبرسي وكل علماءنا ما حدا بيقول انها جزء مستحب بيقولوا ذكر مستحب جزء ما حدا بيقول جزء يعني مثل مثل اشهد ان محمد رسول الله ما حدا بيقول حتى الشيخ الطبرسي يقول في كتابه يقول ان انه هذه سقطها بين الفرقه المغاليه لعنهم الله بلعنهم كمان في كتابه الاحتجاج شيخ المفيد يقول من قالها في الاذان معتقدا انها جزء من الأذان فهو فاسق ولا تجوز الصلاة خلفه شو رأيكم شو رأيكم أنتم أنتم المشاهدون شو رأيكم بعد البيانات التي قدمت شو رأيكم أنا لا أسأل يحسر عودة ولا أسأل عائلته لكن قطعا قد عرف الحقيقة هو وعائلته قد عرفت الحقيقة أنا أسألكم أنتم مثل ما هو يسأل شو رأيكم بعد هذه البيانات هناك قول للصدوق في كتابه الفقيه وهذا هو الجزء الأول فقيه من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 290 يقول "والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا اخبارا وزادوا في الاذان محمد وال محمد خير البريه مرتين وفي بعض رواياتهم بعد اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان عليا ولي الله مرتين ومنهم من روى بدل ذلك أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين ولا شك في أن عليا ولي الله وأنه أمير المؤمنين حقا وأن محمدا وآله صلوات الله عليهم خير البرية ولكن ليس ذلك في أصل الأذان هو اثبت الروايات واعطى رايه في تقييم هذه الروايات مثلما وصفها الطوسي بانها من شواذ الاخبار هنا ضعف الروايات ونسبها الى المفوضه الروايات موجوده هو يقول هذا رايه هذا راي الصدوق ياسر عوده لم يذكر هذا الكلام، انا الذي ذكرت هذا الكلام وساعود اليه في حلقه يوم غد لكنني اقول بشكل موجز اقول للذين يطبلون بكلام الصدوق هذا اذا كان كلام الصدوق عندكم مهما جدا اذا لماذا لا تلتزمون بعقيدته التي يبينها في هذا الكتاب نفسه في هذا الكتاب في هذا الجزء وساقرا ذلك عليكم يوم غد فهو يعتقد بسهو النبي وهو يقول من ان اول درجه من درجات الغلو ان يعتقد الانسان بان النبي منزه عن السهو فلا بد ان نعتقد بسهو النبي بسهو المعصوم تلتزمون بهذا القول ربما تلتزمون به مثلما يعتقد الخوئي ذلك بل ان الخوئي ذهب الى ما هو الاسوا ذهب الى عقيده في سهو المعصوم بشكل وبنحو اسوا مما ذهب اليه الطوسي هل تغتسلون غسل الجمعه في كل جمعه بعنوان الغسل الواجب الطوسي في كتابه الفقيه يفتي بوجوب غسل الجمعة وحتى في غير الفقيه تلتزمون بقوله هذا هل تغتسلون غسل الجمعة في كل جمعة بعنوان أنه واجب لأن الصدوقة يفتي بوجوب غسل الجمعه في كل جمعه. والصدوق يفتي بجواز الوضوء بماء الورد تلتزمون بهذا؟ والصدوق يفتي بوجوب الحج في كل سنه الى اخر العمر اذا كان الانسان مستطيعا فعند الصدوق الحج واجب على المستطيع في كل سنه. وليس الحج واجبا مره واحده في العمر، وإنما عنده الحج واجب في كل سنه، تلتزمون بهذه الاقوال. عنده قائمه من هذه الاقوال التي يتبناها ما هو يقول ببطلان الصلاه في العمائم التي تلبسونها يا مراجع النجف. وفي هذا الجزء في هذا الكتاب وهو يلتزم بقول فقهاء الشيعه في زمانه الذين يقولون ببطلان الصلاه وعدم جواز الصلاه في هذه العمائم العباسيه التي تلبسونها من دون ذؤابتين لماذا تركضون الى رايه هذا في الروايات التي تتحدث عن ان الشهاده الثالثه من اجزاء الاذان والاقامه ما انا لكم بالبدايه اكو دوده دوده مراجع النجف عندهم مشكله مع امير المؤمنين لماذا لا تلتزمون باقوال الصدوق هذه وعنده اقوال كثيره انا لست في مقام الاستقصاء لاقواله انا مطلع عليها واحفظها واعرفها واستطيع ان اتي بكل كتبه كتابه كتابا كي استخرج لكم الاراء التي يتبناها وانتم لا تعتقدون بها وتعملون بخلافها لكنني اردت ان اعطيكم مثالا من ان الدوده التي عندكم هو عند أمثال ياسر عودة واضحة وواضحة جدا حراكها وحركتها واضحة في عقائدكم وفي فتاواكم وقت الحلقة انتهى وللحديث صله لكنني اثبت لكم من ان الرجل كذاب وجاهل وحمار فهذا الذي يتحدث في موضوع حساس وبهذه الطريقه وبهذه العنجهيه وهو جاهل بما يقول وكاذب والكتب موجوده وبامكانكم ان تكذبوني اثبتت ما اريد ان اثبته له من انه كذاب وجاهل وحمار كذاب وليس كاذب لانه كذب كثيرا كذاب وجاهل وحمار والرسول عقل المرسل والمرسل هو هذا المنهج الاصلاحي فهذا منهج الحمير وهذا ناطق الحمير وناطق الحمير حمار ولا اعتذر من كلامي هذا لان الله يصف هؤلاء بهذه الاوصاف هذا ادب الله وادب القران في سوره الجمعه بقي علينا ان اثبت لكم ان مراجعكم اتحدث عن كبار مراجع النجف وكربلاء من الاموات والاحياء من انهم كذابون جهال حمير حالهم حال يحسر عوده بالحقائق سأثبت ذلك لكم بالحقائق اصطبروا علي يوم غد وبعد يوم غد وبعد ذلك قولوا ما تريدون أن تقولوا عني تابعوا الحلقتين القادمتين معا أتمنى أن تتابعوا حلقة اليوم في الإعادة أتمنى أن تتابعوا الإعادة لا زال الحديث متواصلا في عنواننا الكذبه الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء ومن يتفرع عنهم من ان الامه قد صلح حالها وحسن امرها بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه فأين الصلاح والاصلاح يا ايها الكذابون وانتم كذابون أفاقون جهال حمير فأين الصلاح والاصلاح؟ زهرائيون نحن زهرائيون زهرائيون نحن اصحاب هذا السونار انه سونار آه آل محمد هذا سونار زهرائي صرف زهرائيون زهرائيون نحن والهوى 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 زهرائي زهرائيون نحن يا بقية الله والعشق كربلائي أسألكم الدعاء جميعا في امان الله